الريلابيلتي او الافيدابيلتي في الكنترول ستاندرد، يعني انا ما اقدرش اثق في الكنترول قوي غصب عني. لو جه حبه تراب باد كونتاكت ده طبيعي جدا ان انا اغير الكونتاكتور. يعني لو جيت قلت صاحب المصنع عايز اغير الكونتاكتور عشان بقى له سنه ما اقدرش اقول ليه، ده طبيعي جدا انه يبوظ. في البي ال سي ما ينفعش اقول عايز اغير البي ال سي، مش هيحصل. البي ال سي ممكن يبوظ معلش، انت لو عملته صح مش هيبوظ. يعني ليه اريا معينه يتحط فيها كي بمواصفات معينه هيعيش 10 سنين. يعني السي بي يو اللي عندنا دي بقى اللي داخله في 15 سنه. اوكي البي ال سي بقى حتى لو كان البروجرام بتاعك بروجرام كبير جدا، الانبوتس والاوتبوتس متاحين. هتلاقي عندك مثلا السي بي يو 214 اخرها 64 اي اوز، ما كانش السي بي يو 224 اخرها 128 اي اوز، ما كانش في سي بي يوهات الاي اوز بتاعتها بتوصل بالالاف. في سي بي يوهات الاي اوز بتوصل بالالاف. يعني انبوت اوتبوت لا مش مشكلة. لا ولا يهمك، حصل خير. معلش قلت لي المرة فاتت بس انا نسيت المرة فاتت. انت كنت قلت لي بس انا نسيت. تاني من الأول. أنا كبي ال سي حتى لو كان البرنامج بتاعك كبير جدا، الاحتياجات بتكون إيه؟ إنبوت وأوتبوت كتيرة. مبدأ الإنبوت والأوتبوت ما عنديش مشكلة فيه. ليه؟ في سي بي يوهات زي الرينج بتاع الفاميلي القديمة اللي هي 212 و14 و15 و16، دول كانوا بيشيلوا لغاية 64 أي أوز، 64 إنبوت وأوتبوت يعني. بعد كده ال 221 22 24 26 بيشيلوا لغايه 128 اي اوز. في سي بي يوهات ثانيه بتشيل بالالاف، فموضوع الانبوت دوت مش مشكله عندنا، الانبوت والاوتبوت يعني. البروجرام ميموري، انا عندي بروجرام ميموري كبيره جدا، وحتى ان كبر البرنامج هو موجود على ميموري مايكرو، حاجه صغيره جدا. يعني دي تعتبر ميموري كبيره جدا دي، يعني دي مقارنه باللي موجود دلوقتي تعتبر حاجه كبيره. كل المتاح دلوقتي حاجات مايكرو زي بتاعت الموبايل يعني. في كذا لغه للبرمجه. في الكنترول كان في طريقه البروجرامينج بتاع الكنترول اللي هو الكنترول العادي الكلاسيك كنترول. طريقه برمجه الكنترول عرفتها، هبرمج كنترول ما عرفتهاش يبقى عوضك على الله، مش هي مش يبقى ده مش مجال. بالبي ال سي انت عندك في حاجه اسمها اللادر، دي سهله جدا اللي عندهم خلفيه كويسه في الكنترول. في حاجه اسمها الاف بي دي الفانكشن بلوك دياجرام، دي كويسه اللي عندهم خلفيه في الالكترونكس اللي هو اللوجيك جيتس. في ستمنت ليست وانستراكشن ليست، دي كويسه اللي عندهم خلفيه في البرمجه دايما بالسي بلس بلس والكتابه يعني او الباسكال. في لغه اسمها الباسكال بس دي برضو عايز واحد محترف جدا في البرمجه وغالبا ما بقتش شغاله في مصر لان ما حدش كويس قوي فيها. في اللي هي سيكوينشال تشين، في الجراف سيت، في لغات كتير جدا في البرمجه. فموضوع لغات البرمجه في البي ال سي، يعني اللغه اللي مش عاجبك هتلاقي غيرها. الكوميونيكيشن بسهوله جدا اتعامل مع اي معده في البي ال سي غير موضوع الكنترول. حتى لو كان عندي انالوج بسهوله جدا اتعامل مع الانالوج. الانالوج في الكنترول كان موضوع معضله. في البي ال سي انت عايز تقارن، انت اوريدي عندك امر او انبوتس في البي ال سي اسمها كومبير كومباريتور، هي شغلتها بس ان هي تقارن. اغلبيه استخدام الكومباريتورز بيكون مع الـ مع الـ مع الـ مع الانالوج. اوكي عندك كميه كبيره جدا من التايمرز والكاونترز والميركرز. تايمرز وكاونترز وميركرز، كلمه ميركرز اللي هي ريليهات. بس في ملاحظه، هو خاف يقول كلمه ريليه لحسن كله يفكروا بيتكلم على الريليه ده، الريليه ده بره البي ال سي. يوم ما بتستخدم دوت في الكنترول، المثيل ليه جوه البي ال سي بيسميه ايه؟ ميركر، لانه سوفت وير. او بيسميه اسم تاني انترنال اوتبوت، يعني هو ما يفرقش حاجه عن الاوتبوت غير ان هو موجود بس ايه؟ جوه البي ال سي وما بيخرجش بره. تمام؟ استاذنكم بس لو الموبايل يبقى سايلنت يبقى افضل. تمام؟ انترنال اوتبوت، هو هتلاقيه بيسمي دايما الريلي انترنال اوت. هو فعلا يعمل زي الاوتبوت زي في الكنترول، هو زي الاوتبوت بس ما يقدرش يشيل لود، صح؟ مش هيستحمل الا لو كان لود حاجه بسيطه يعني. طيب المنظر دوت ده شكل التمرين بالكنترول، صح؟ بصراحه انا بقالي 5 سنين بشوفه وعمري ما فكرت اقراه ومش عايز اقراه لان يعني حاسس ان انا هتعب نفسي لو جيت اقراه. بس عايز اوضح لك حاجه، مش اي تمرين كنترول مش اي تمرين بالمنظر دوت كنترول تيجي تميله على جنب يبقى تمرين بي ال سي نهائيا لا. واظن اني اديتكم فكره عن موضوع ستار دلتا، ان مش اي كلمه عنها لا ما فيهاش ستار دلتا، مش اي تمرين كنترول هينفع الفه واحطه بالعرض يبقى بي ال سي. وهنشوف حاجات كتير جدا كده. انا هتعمد اول تمرينين ثلاثه يطلعوا كده لان كله غصب عنه هفكر بمنطق الكنترول، صح؟ فهتيجي تعمله كده تشغله بي ال سي هيشتغل. بس اثبت لك بعد كده ان هم كانوا بيشتغلوا بالصدفه لان هنكون لسه ما ركزناش على موضوع البريورتي في القرايه. فدي حاجه اساسيه. الحاجه الثانيه جوه الكنترول
لو انا قلت لك مثلا ده بيشغل دوت، وده لما بيشتغل بيفصل ده، وده لما بيفصل انتوا مش شايفين حاجه، انا مش شايف حاجه بس معلش، ده لما بيفصل بيرجع شغل دوت، وده لما بيشتغل بيعد زمن ويفصل ده. لحظه، لما اجي اجربه لو انا سالت حضرتك سؤال، يعني انا دوست وشلت بسرعه، حد عارف ايه اللي حصل؟ ولا انا، بس التمرين ده لو بي ال سي انا مستعد مش همشي من هنا غير لما اقول لك ايه اللي حصل، حتى لو ما شفتش، لان البي ال سي وانس انه ارى صوره ان المفتاح ده اتقفل، يبقى مليون المية كل الحاجات اللي المفروض تتعمل جرى لها ايه؟ اتعملت. الكنترول غصب عنه دي سلكه ماشي فيها كهرباء، لحقت تلقط الكونتاكتور ما لحقش يفتح عشان خاطر تعبان شويه ففصل قبل ما ياخد الاكشن دوت، فانا ما اعرفش اللي حصل، فعلا ما اعرفش. كبي ال سي ما ينفعش، البي ال سي ارى ان المفتاح قفل مليون المية، ده لما المفتاح بيقفل ده بيشتغل يبقى اشتغل، ده لما بيشتغل بيفصل هنا يبقى فصل، ده لما بيفصل بيشغل هنا يبقى اشتغل، ما فيهاش كلام، لان هو ماشي يعني البي ال سي مش هيسبق نفسه بنفسه. بس هو اللي بيقرا البرنامج وهو اللي بيشغل وهو اللي بيفصل، فعمره ما هيسبق نفسه بنفسه. فده كده يثبت ان الترتيب مهم جدا، بس ايه دي؟ خلينا نقراها بعدين، هنقراها النهارده بس كمان شويه. الفاميلي مثلا دي كانت جنريشن كاتيجوري من البي ال سي اللي هي نزلت من 221 22 24 26. اي سي بي يو بينزل منها الدي سي دي سي دي سي والاي سي دي سي ريلي لو تفتكروا. دايما اول واحده بيتكلم على السي بي يو، ثاني حاجه بيتكلم على الانبوت، ثالث حاجه بيتكلم على الاوتبوت. مثلا لو قال لك دي سي دي سي دي سي يبقى التغذيه كلها كام فولت؟ 24. لو قال لك اي سي يبقى معناها ان السبلاي بتاع السي بي يو 220 فولت اي سي، دي سي الانبوت دي سي، الريلي اوتبوت ريلي معناها ايه؟ اوتبوت ريلي شغال اي سي ولا دي سي؟ از يو لايك، زي ما انت عايز. اوكي، هتلاحظ كده معلش ملحوظه بس هي مش حاجه مش 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 نص يعني. هتلاقي دايما في السي بي يوهات اللي بتنزل من اي موديل او اي ماركه بينزل عدد الانبوت اكتر من عدد الاوتبوت، صح ولا لا؟ يعني مش هينفع تشتري سي بي يو موجوده في السوق عدد الاوتبوت هو اللي اكتر. تخيل كده موتور اتجاهين، في ليمت سويتش يمين وليمت سويتش شمال، ستوب ستارت دوت وستارت دوت، ايمرجنسي اوفرلود كده، دخلنا في كام انبوت؟ 7. هما في الاخر كام خارج؟ موتور اتجاهين اتنين. دايما اي تمرين هيخطر في بالك هتلاقي اغلبيه الانبوت يعني الانبوت اكتر من الاوت، فهتلاقي طبيعي جدا ان عدد الانبوت على اي سي بي يو بيكون اكتر من عدد الاوت. طيب في حاجه في البي ال سي اسمها المود سويتش وحاجه اسمها الانالوج ادجستمنت. ممكن كده نفك جهاز بي ال سي ونخليه قدامنا. ده نفس اللي في الصوره عشان يبقى اوضح. المود سويتش والانالوج ادجستمنت في البي ال سي ايه هما؟ هو المود سويتش هو عباره عن سويتش بيختار حاله المود بتاع البي ال سي، بتختار عن طريقه حاله المود بتاع البي ال سي. المود في البي ال سي بيكونوا 3، ده المينيمم، في موديلات ثانيه بيكون فيها اكتر بوزيشن اكتر يعني. في حاجه اسمها رن، في حاجه اسمها ستوب، وفي حاجه اسمها ترم. رن معناها السي بي يو جرى له ايه؟ اشتغل، يعني لو ظبطت على البوزيشن بتاع رن يبقى السي بي يو بدا يقرا البرنامج يشتغل. لو ظبطت على البوزيشن بتاع ستوب يبقى السي بي يو ماله؟ واقف. ترم اختصار لكلمه تيرمينال، كلمه تيرمينال معناها طرف. تفتكر ايه الطرف اللي ممكن يتوصل هنا؟ اللي هو الايه؟ اللي هو الكابل، صح؟ يعني من الاخر لو انت عملت السلكتور على رن مثلا، عملت السلكتور على رن كده معمول على رن لفوق، لو عملت السلكتور على رن يبقى السي بي يو مالها؟ شغاله يعني بتقرا البرنامج. كي لو عملت على ستوب وصل لها كهرباء بس مش بتقرا البرنامج. لو عملته على ترم يبقى انت ظبطته يسمع كلام الكابل. الكابل وصل على الشاشه يبقى اللي هيشغله ويطفيه مين من هنا ورايح؟ الشاشه. كمبيوتر يبقى اللي هيشغله ويطفيه؟ الكمبيوتر. تمام؟ ده الفرق ما بين رن وستوب وترم. مش اسلوب تشغيل، تشتغل او ما تشتغلش. لان هي وصل لها كهرباء بس مش معنى ان وصل لها كهرباء انها تقرا البرنامج، ممكن يكون وصل لها كهرباء بس عمل لها ستوب. تمام؟ ستوب بمعنى ان هي ما تعملش بي اي اي ولا بي اي كيو ولا تلقط حاله الانبوت ولا حتى الاوتبوت ولا تعمل اي حاجه. اوكي؟ الكنترول بتاع السي بي يو. الكنترول بتاع السي بي يو حاله انها تبقى اون اوف. مع كده لما بحب اعرف البرنامج اللي هو بتاعها بالظبط، صح. عشان كده بس ملحوظه يعني هغير كلامي كمان دقيقتين. عشان كده لو عايز اعدل في البرنامج لازم يكون على التيرمينال، هتلاقي المعمل ده كله البوزيشن بتاع السليكتور ايه؟ تيرمينال، صح؟ ها معايا ولا لا؟ بس اكتشف ان في مشكله. ايه هي؟
هو معلش لو حضرتك في المصنع عندك لما المانيول يقطع ويرجع او في اي مكان محتاج ان المكنه تشتغل يعني المانيول يقطع ويرجع لازم اوقف واحد اشغله بس شغلانته لما المانيول يرجع يشغل البي ال سي تاني ولا الصح ان هو اوتوماتيك يعمل ران لوحده ويشتغل تاني؟ تمام لو انت ظبط اعترمل انا بقول اسمع كلام مين؟ ما احنا اسمع كلام اللي قاعد على الكمبيوتر لو النور رجع وانت ما قلتلوش ران مش هيعمل ران هيفضل واقف زي ما هو صح؟ هو لما النور قطع كانه بقى ستوب خلاص لما النور يرجع هو مستني حد يقول له اعمل ران كي فدي نقطة قال لك لو انا ظبطت على التيرمينال انا خليته يستخدم الشاشة او الكمبيوتر بس لما النور رجع ما عملش ران لوحده فقال لك خلاص كل السي بي ايات الجديدة هنسمع بيها جديدة بس يعني القديمة ما بيرضاش لو ظبطته على ران لو ظبطته على ران اولا لما النور يقطع ويرجع هيعمل ايه؟ ران ثانيا ينفع تتحكم فيه من الكمبيوتر في السي بي ايات الجديدة بس في القديمة عايز الكمبيوتر يبقى لازم تيرمينال عايز ران على طول يبقى لازم ران عايز ستوب على طول يبقى لازم ستوب فالجديد قال لك رن هيبقى ينفع يبقى رن لوحده اما النور يرجع وونس كمان انت وصلت على الكمبيوتر ينفع كمان تتحكم فيه. اوكي؟ عايزك بقى اسمع كلام الكمبيوتر يعني اسمع كلام الكمبيوتر. لا 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 لو انت ظبطته على تيرمينال وجيت تبعت برنامج من الكمبيوتر يبعت برنامج، تسحب برنامج يسحب برنامج، تتفرج على الميموري يوريها لك، عايز تشوف حتى المفاتيح والاوتبوت يوريها لك. اوكي؟ لو انت ظبطت على البوزيشن غير التيرمينال وقلت له عايز اعمل داونلود يقول لك لا معلش في حد قايل ان السيلكتور ما يسمعش كلام الكمبيوتر فمش شرط بس في السي بي ايات الجديده بيسمح لك بالحركه دي مقتنعين المشكله كانت ايه؟ المشكله كانت لما النور بيرجع كان لازم حد يجري بسرعه يعمل رن من الكمبيوتر مثلا فشكلها كان مش حلو انا عايز اول ما يرجع المصنع يشتغل على طول اوكي يا اما افضل ما عاد حد جنب البي ال سي فقال لك خلاص رن اوتوماتيك لما النور يرجع هيشتغل وحتى لو انت موصل كمبيوتر هينفع تستفاد من الكمبيوتر ده او من الشاشه في بوزيشنز ثانيه اتعملت في بوزيشن اسمها ميموري ريسيت ام اي ار اس ميموري ريسيت دي نزلوها في 300 و400 الميموري ريسيت عباره عن ايه هو بوزيشن اخير تحت خالص لما تدوس عليه يعمل كلير للميموري يمسح البرنامج عن البي ال سي لما تدوس عليه يعمل كلير للميموري ده لو كان البرنامج موجود على ميموري رام اوكي يعمل كلير للميموري هتلاقي البوزيشن دوت على سوست يعني تدوس يعمل ريسيت تشيل يروح راجع ثاني ليش معنى دوت على سوست عشان اكيد هعوز ابعت برنامج جديد صح؟ تخيل لو دوت حد نسيه يبقى مش هسهل تبعت اي برنامج خالص. فده ادوس عليه ابتدي اعمل ريسيت، سيب يروح راجع تاني. طب في نقطة، افرض انا غصب عني معلش دوست بسرعة راح نزل الميموري ريسيت، برنامج طر، انا عايز انقل من ران ستوب. بتحرك بسرعة راح جاي لي تحت. لا هو بيديك فترة تفضل دايس فيها، هتلاقي لمبة عمالة تعمل فلاشنج. أول ما تدوس عليه هتلاقي لمبة عمالة تعمل فلاشنج. لو شلت بسرعة يبقى برنامج لسه ما راحش. لو فضلت دايس لغايه ما اللمبه هتطير حوالي 7 مرات تقريبا لما اللمبه تثبت كده معناها اعوضك على الله في البرنامج كده معناها البرنامج خلاص اتمسح فاهم متاح لو عايز عامه ما هو في نقطه كلامه صح ممكن حد غلس يروح عامل ايه صح لحظه بقى بص كده هو عامل ايه ما هو برده يعني عامل حسابه ان في ناس غلسه ده مفتاح يتشال خده وروح بيه صاحب المصنع يبقى شايله معاه فالجدع يجيب مفتاح البيت يجرب بيه بقى مش هينفع يعمل بيه من الريسيت مش هينفع قفل التابلوه يعني ده خلاص عمل رن وقال له خلاص واخده اروح بيه هشيله في المكتب عندي انا كده ظبطت على رن يعني هو كده قفل بس كده انا عامل رن او مثلا اعمل له ستوب واخده وراح بيه لو حد كده هيشغله غصب عني اوكي وخد بالك طول ما هو ستوب ما ينفعش تتحكم فيه من الكمبيوتر والسي بي يو دي طول ما هي رن ما ينفعش تحكم فيها من الكمبيوتر لان عامل بوزيشن ثالث سماه ران بي اللي هو ران بي سي يعني تحكم فيه من الكمبيوتر يعني اللي هي تيرمينال عندك كده معناها بتحكم فيه من الكمبيوتر لو جيت اسحبه مش هيخرج ما انت كده جاي سايب كل حاجه متاحه يعني جت على ده عايز تشيله كده انت قايل له كل حاجه متاحه لو جيت اسحبه مش هيخرج لو عامله ران انا عايز يفضل ران محدش يطفيه لو عامله ستوب انا عايز ستوب محدش يعمله ران لو ميموري ريسيت يا اما تعملها بمزاجك كده انا بمسح البرنامج مع ان مفيش حاجه اساسا ليش يا انا بمسح البرنامج انا مش شايف كاي اللي هي الاخيره دي تمام سبت اللمبه ولا لسه هو عامه مفيش حاجه اساسا هو بيطلع هو كده كده مفيش برنامج اساسا تمام واضحه الفكره ولا لا ده بالنسبه للمود سويتش في ملحوظه كمان في المود سويتش مش هتلاقي اي سي بي يو في العالم يحط لك رن وراها ستوب او ستوب وراها رن هتلاقي دايما تيرمينال في النص لان انا ممكن اكون عايز انقل من رن لتيرمينال بس يفضل السي بي يو شغال
او من ستوب لترمينال بس تفضل واقفه. يعني تخيل كده انت عندك البي ال سي معمول له ستوب مش عايز تشغله بس عايز تسمح ان اي حد يتحكم فيه من الكمبيوتر، خلاص اعمله من ستوب لترمينال. هو كان مطفي وهيفضل ايه؟ كان واقف وهيفضل واقف. ما ينفعش احط لك ستوب وانا هرن عشان ما يجبرنيش وانا بتحرك اشغل السي بي يو غصب عني. متخيل ولا لا؟ عشان كده مش هتلاقي اي جهاز بي ال سي موجود رن وراه ستوب او ستوب وراه رن. يا اما انت عايز تعمل حركه مش عايز تشغله مش عايز تفيد ده بس عايز تسمح له يتحكم فيه من الكمبيوتر، تقدر هشتغل واحده او طفى لوحده. اوكي. الانالوج ادجستمنت ايه هي؟ الانالوج ادجستمنت هو المكان دوت اللي هو عن طريق مفك بتغير قيمته. هو الفكره في ايه؟ لو انت بتعمل برنامج مثلا في مصنع، عملت برنامج فعلا بتقول له لما درجه حراره المعمل دوت توصل مثلا ل 50 درجه مئويه ادي شغل التكييفات كلها حتى الاحتياطات اللي عندك، وادي سهم للناس تخرج بره، وابعت مسج على المسؤول عن التكييفات ان في مشكله في المعمل دوت وغالبا ممكن تبقى حريقه فابعت حد يشوف لو في حريقه ولا حاجه. طب انا عايز اجربه، يستنى ما توصل 50 ويمكن ما توصلش، يا اما اولع لهم في المعمل واشوفه اذا كان هيطفي ولا لا وهيعمل حاجه دي ولا لا. لا طب انا ليه مرتبط بواقع؟ لان انا بجيب الاشاره عن طريق ترانسديوسر، والترانسديوسر ده بيجيب قيمه حقيقيه وغصب عنه بيقيس درجه الحراره ويبعتها لي. فانا عايز اعمل بروف قبل ما امشي، من الاخر عايز اخد فلوسي واروح اتاكد ان انا عامله صح. فلو عامل ايه؟ اجي على الانالوج ادجستمنت بمفك واقول له اعتبر دوت اللي بيمثل لك درجه الحراره، واروح لفه بما يعادل 50 درجه مئويه. هنشوف ازاي بعدين. لو لقيت فعلا شغل الطفايات مثلا وبعت مسج لحد وعمل سهم للناس تخرج بره يبقى التمرين عامله سليم. ارجع افك دوت واركبه على الترانسديوسر واقول لهم مع السلامه. كده هيشتغل. اي حاجه. اي حاجه هو كده كده معلش الرطوبه والليفل سويت الليكويد ليفل واللوت سيل كلهم في الاخر بيبعت على البي ال سي قيمه. البي ال سي ولا يفهم وزن، يا اما كان لو حاجه تقيله كان فشفش، ولا يفهم فولت، الفولت ده اخره بس على الانبوت ده حاجه بس يعني تقول له قيمه قليله ولا كبيره. في الاخر كله بيتحول لايه؟ لارقام صح؟ لارقام باينري او ديسمال. ما انت كده كده بتبعت له الارقام على طول، ده بيدي له ارقام. وهنشوف على البي ال سي هنغير بالمفكر اللي بيكتب 1 2 3 4 5 وهكذا. بيأثر على عندي مثلا 2 ايا كان عددهم. حلو. هو مش ملوش دعوه بالانالوج انبوت، هو بيلعب في السوفت وير من جوه، بيدخل دايركت على الميموري بتاع الانبوت دوت. مثلا انت عندك انالوج انبوت وورد 0 هو اسمه كده اي اي دبليو 0. الاي اي دبليو 0 دوت بيتحكم في الوزن. عايز تعمل بروفا لما الوزن يوصل ل 1000 اعمل كذا، طب ما عنديش حاجه وزنها 1000 دلوقتي اعمل ايه؟ فراح داخل جينا هنا واقول له في البرنامج من جوه اعمل حسابك ان الاي اي دبليو 0 بقى الانالوج ادجستمنت الاولاني، وروح مغير دوت اخليه 1000. لو خد الاكشن الفلاني يبقى كده صح، ما خدش الاكشن يبقى في حاجه غلط في البرنامج عندي. يبقى حتى بالكيبورد ينفع صح؟ خلاص اقضيها كيبورد، اقضيها بالكيبورد وبالماوس والتليفون. هي اوكي. حضرتك عملت برنامج انالوج ادجستمنت يعني بتعدل في الانالوج تمام اوكي. لو انا تناظري مش رقمي، لو انا عندي مثلا برنامج، البرنامج ده بيقول مثلا نحطها حاجه واقعيه شويه، لو عدى خلينا بقى فتره اوكي ولا حاجه. لو انا دي كانت مطلوبه قبل كده في مصنع، بعد ما يعمل 10000 اسطمبه المكنه تعمل لها صيانه، يعني تطلع لي مسج على الشاشه ان هي مش هتشتغل تاني وفعلا تيجي تشغل ما تشتغل، كانت مكنه حقن بلاستيك، ويقول لك لا اعمل لها صيانه ده معاد التزييت بتاعها، فعلا لازم تغير الزيت وتغير كل حاجه. طب انا عايز اجربها، عايز اعمل له بروفا، فاروح جاي هنا اقول له الكاونتر بتاعك ما بقاش الكاونتر، سيبك من الكاونتر وخليك معايا انا، خليك مع الانالوج ادجستمنت، واروح كاتب له 10000 او 9999 وروح مخليه يعمل اخر اسطمبه بنفسه، بعد كده تروح المكنه عامله ايه؟ واقفه. انا بعمل بروفا بس لكن في الواقع مش هشتغل بيها، الا بقى لو صاحب المصنع بخيل وهيمسك الراجل ترمومتر ويقول له لف مع الترمومتر، دي حاجه ثانيه، لما يزيد زود لما يقل قلل، اكيد مش هشتغل بيه. دي بس بروفا مش اكتر، لكن في الواقع كل شغل بيكون بالترانسديوسر. ها عامه كل الكلام ده هنجربه. عامه الاوبشنال كارتريدج اللي هو المكان دوت في البي ال سي اللي هو هنا يعتبر ده الاوبشنال كارتريدج اللي هو المكان دوت. في المكان دوت جوه البي ال سي بتركب يا اما الميموري يا اما البطاريه. اللي انا ماسكه ده الكفر ملوش اي لازمه، يعني وانس ان انت جبت بطاريه ممكن ترميه. في المكان دوت بتركب الميموري او بتركب البطاريه. طب يعني افرض انا عايز احط ميموري وبطاريه، ليه عمل مكان واحد للميموري وهو للبطاريه؟
هو قال لك واقعيا في الاس 700 عمرك ما تعوز البطاريه والميموري على بعض الا لو معاك فلوس وعايز ترميها في الزباله، مش محتاجها يعني. ليه؟ مش كده كده جواها ميموري صح؟ ميموري رام اللي هي عيبها انها بيجرى لها ايه لما النور يقطع، فحلها ان انا اشتري لها ايه؟ بطاريه. خلاص يبقى لو جبنا بطاريه يبقى الميموري اللي جوه حلوه، يا اما سيبك من الميموري دي ما تجيبلهاش بطاريه وهات ميموري اللي هي ايه؟ ما تتمسحش، اللي هي الابرم او الابرم بالظبط. فهو قال لك مكان واحد عشان عارف ان انت اوريدي عندك ميموري رام جوه، فيا اما تجيب لها بطاريه عشان خايف على البرنامج اللي هيطير، يا اما سيبك منها خالص واشتري ميموري نوعها ابرم او ابرم اللي هي مش عايزه بطاريه، وساعتها يبقى الميموري اللي جوه دي ملهاش لازمه. كل المدين في الامكانيه دي. ال 300 عمل حاجه غريبه. ال 300 قال لك انا هديك مكانين، مكان للميموري ومكان للبطاريه. تفتكر ليه؟ ها طب خلينا اقولها. السبب الاولاني ان خايف من موضوع المساحه، فقال لك عشان احتمال تكون انت عايز رام بس كبيره شويه خلاص اشتري رام كبير. السبب الثاني ان كل السباقات الجديده اللي نزلت من سيمنز بقت تنزل من غير ميموري داخليه. خلاص. قال لك بعد كده يعني كذا سي بي يو نزل بعد كده من سيمنز، قال لك مش هحط ميموري داخليه، اشتري لها انت ميموري من بره. اوكي؟ فقال لك خلاص عندك مكان للميموري وعندك مكان للبطاريه. اعتقد من اول السي بي يو 313 سي بدا يعمل الحركه دي. اللي انت عايزه، عايز تركب الرام رام، عايز تركب الابرو ابرو بتاعها. اوكي تمام. بس غالبا بيكون هو في نوع على فكره افضل اللي كان عنه بعدين من ميموري اسمه فلاش. عادي بس حاجه اسمها بروجرام ميموري كارتريدج، ما بقاش اسمه داونلود. داونلود معناه بتتكلم عن رام، بروجرام ميموري كارتريدج معناه بتتكلم عن ميموري خارجيه بقى، طلعت رام طلعت ابرو، هو بيتكلم عن الخارجيه اللي راكبه من بره. اوكي هنشوفها في الفيديو واحنا شغالين برضه. ده بالنسبه للاس 700 والاس 700. في الاس 400 فاكرين احنا قلنا في حاجه اسمها ريدندنت سيستم اللي هو نظام بديل. ريدندنت سيستم فكرته ايه؟ فكرته ان انت عندك اثنين باور سبلاي او اثنين سورس للكهرباء، لو واحد فيهم عمل دروب الثاني بيعمل ايه؟ يخش. نفس الكلام ده للبطاريه، هتلاقي فيه بطاريتين، عشان لو في بطاريه فيهم فصلت مش معقول الاثنين هيفصلوا فيهم واحد يعني، لو واحد فيهم فصلت يدي الارم انها فصلت تروح عامل ايه؟ مدخل الثاني عشان تلحق تغير دي. اوكي تمام. الاكسبنشن كونكشنز او الاكسبنشن موديولز في الاس 700 كان ليهم طريقتين. كان في طريقه في السباقات القديمه اللي هي السباقات القديمه دي مثلا، هتلاحظ هنا خليها مش هتلاحظ هنا في حته كده محظوظه يعني لو زقتها بدات تتكسر اللي هي دي، لو دوس عليها بدات تتكسر، هي معموله عشان تتكسر يعني. وانس ان انت كسرتها هتلاقيها بالشكل ده كده، جوه في بلاج في فيشه جوه هنا. زمان كان الموديول الاكسبنشن موديول كان بيركب عاشق وتعشيق جوه ده، فكان لازم ان الاسد يكون موجود على نفس البار، على نفس البار الاوميجا بار، ولو الاوميجا بار معوجه كان يبقى فيها عيب. هو اوريدي العرض البلاج كله 1 مللي او 1 مللي ونص، فمتخيل لو دي فيها عوجه 1 مللي هتقدر تركب بالعافيه وبسهوله جدا، لو سبتها تروح عامله ايه؟ تروح خارجه تاني. دي كانت مشاكل فعلا. لازم طبعا معروف. لا 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 مش هركب هنا تمام. ده عمل حاجه حلوه قوي، قال لك خلاص في كل الجينريشن الجديده في كل الجيل الجديد من سيمنز هنعملها عن طريق فليكسبل كيبل، عن طريق كيبل. الكيبل مش هيفك لوحده تمام، فكل بقى عن طريق فليكسبل كيبل. زائد ان انا ما بقتش مجبر احط الاكسبنشن موديول جنب السي بي يو، انا ممكن احطه تحت فوق، ممكن اجيب له هي ليها رينج برده بالطول مش فاكر كان مكتوب، غالبا ما يعديش 3 متر عشان السيجنال ان هو كله 24 فولت. اوكي فاي دروب هيحصل في الفولت لو قل عن الرينج 17 تقريبا فولت او 18 بيعامل المفتاح على انه مفتاح اوبن. اوكي ما ينفعش برضه، هو ليه بتاعه هو ليه اي ام 271 يعني دوت يركب معاه الاكسبنشن موديول اي ام 271 و 273 ما يركبوش مع السي بي يو القديم. اوكي هتلاقيهم موجودين في المانيوال اللي هم هم حوالي 6 انواع تقريبا 6 موديولز تمام. الاكسبنشن موديول وظيفتها ان انت عملت برنامج السي بي يو 10 على 10 بس للاسف الانبوت والاوتبوت خلصوا، يعني لسه عندك تايمرات وكاونترز وميركرز متاحه بس الانبوت والاوتبوت مش موجودين. طب عايز اعمل برنامج هتشتري سي بي يو ثانيه؟ طب وليه؟ ما دام عندك الامكانيات متاحه روح اشتري بس حاجه تزود لك الانبوت والاوتبوت اللي هو الاي ام موديول، فده هتلاقيه يزود لك انبوت ويزود لك اوتبوت او انبوت بس او اوتبوت بس ديجيتال بس او انالوج بس حسب احتياجك. نفس الفكره هي بالظبط تمام. بس مع يعني مع خصوصا الاعتبار ان دوت بيلقط كله او بيفصل كله، التاني ده انت اللي بتتحكم فيهم يعني تمام. ولو فتحت الباب دوت الناحيه دي
هتلاقي نفس المكان ده. هوريه لكم بطريقه اوضح اللي هو ده. لما تفتح اكسبريشن دي هتلاقيه بالشكل ده كده. دي بس الموجود، دي بس اللي موجوده جواه. تمام. عملوا حاجه في اللوجو، يعني اللوجو يعتبر حاجه اقل من البي ال سي تبع سيمنز، بس يعني مش معنى ان هو اقل ان هو تعبان. يعني عملوا في يعني تثبيت ميكانيزم، ده بيثبت في ده بطريقه ميكانيزم، يعني لو انت عايز تثبته مع بعض عشان حتى لو تشد من مكانه ما يبقاش التحميل ابدا على الكيبل. يعني في بنز بيركب فيهم من تحت. طيب الستيتس انديكيتورز في البي ال سي اللي هي لمض الاشاره، يعني لمض الاشاره هنا حاجه مهمه في الكنترول، كانت مهمه برضو صح عشان تعرف حاله المفتاح الموتور ايه شغال ولا ماضي. في البي ال سي مهمه جدا، لانك وانس ان انت عملت البي ال سي مثلا على البوزيشن بتاع الران مود ماشي، ما هو شرط ان الران مود معاه انه يشغل حاجه، يمكن يكون مفيش برنامج يشتغل اساسا، بس اللي هيعرفني البي ال سي وصل للران مود ان انا وانس ان ظبطته على الران هلاقي لمبه ران جرالها ايه نورت، عملت على ستوب لمبه ستوب نورت، عملت على ترمينال حسب ما الكمبيوتر يقول، قال له ران ينور ران، قال له ستوب ينور ستوب. تمام. في لمبه ثالثه ودي لازم تكون موجوده في اي جهاز بي ال سي بخلاف الران والستوب، لمبه اسمها سيستم فولت، هتلاقي كده جنبيها اس اف، واوقات بيبقى اللمبه ليها استخدامين، سيستم فولت سلاش دياجنوستيك. وهقول لك معناها ايه سيستم فولت، معناها من الاخر في كارثه، خد بالك السي بي يو في مشكله عندها. هتحصل السيستم فولت واحنا شغالين، احنا قلنا ان في ثلاث انواع من الايرور، النوع الاخير ده اوحشها، ده اللي بيخلي البي ال سي يعمل سيستم فولت. امتى البي ال سي اديته برنامج قال لي 10 على 10، عملت له داونلود قال لي عينيا حاضر، عملت له رن عمل رن، بعد كده لما جيت اشغل البلوك دوت، اما جيت اشغل الحته دي في البي ال سي حصل كارثه. فهو بيلوم نفسه بيقول لك انا وافقت عليه قبل كده لما جيت عملت رسمته على الكمبيوتر، ولا ما عملت له داونلود، ولا ما عملت رن، ودلوقتي اكتشفت ان في مشكله، فكده شكلي مش في حاجه انا مش فاهمها، فراح عامل سيستم فولت، بيقول لك مش عارف احل المشكله دي. هي برده السبب في المشكله كان مين؟ انا، لان انا اللي عامل برنامج، بس حاجه البي ال سي ما فهمهاش. لكن كانت مرتبطه بان هو لازم يشتغل. يعني ايه؟ تخيل كده لما اقول لك 5 زائد 5 بكام؟ بي ال سي مط هيعرف ان 5 زائد 5 ب 10؟ هو هيعرف امتى؟ بعد ما يشتغل، بعد ما يكون فات الاوان، ده لو كان ال 5 زائد 5 تعمل مشكله يعني، فاهم قصدي؟ حاجه مثلا زي 10 على 0. 10 على 0 انفينيتي صح؟ بس هو ما كانش يعرف ان 10 على 0 انفينيتي غير بعد ما جرى له ايه؟ بعد ما اشتغل، فهو بيلوم نفسه يقول لك انا عملت مشكله، مع ان هو مش هو السبب فيها ولا حاجه. الاستخدام الثاني بتاع لمبه سيستم فولت دياجنوستيك اللي هو تشخيص، او اعتبرها ورننج مسج، يعني رسائل تحذيريه. يعني لمبه سيستم فولت لما تنور لازم السي بي يو يجرى لها ايه؟ تقف، ده معناه ان في كارثه مش هينفع يكمل. لمبه دياجنوستيك او الدياجنوستيز مسج لما تنور البي ال سي بيكمل شغل، بس هو عايز يقول لك خد بالك في حاجه غير متفق عليها حصلت، في حاجه مش طبيعيه. طب معلش انا هفرق ازاي ما بين ان دي سيستم نورت على انها سيستم فولت، او نورت على انها دياجنوستيك مسج دياجنوستيز مسج؟ لو نورت لهدف السيستم فولت هتنور لون احمر عشان في كارثه، لو نورت كبس رساله تحذيريه او خد بالك في يعني في حاجه مش طبيعيه هتنور لون اصفر. اوكي، نفس اللمبه بتنور احمر وبتنور اصفر، احمر لو في كارثه سيستم فولت، اصفر لو في حاجه ورنينج مسج. تعال الاستخدام بتاع سيستم فولت ماشي، هنجربه عملي وفهمنا تقريبا المقصود بيه ايه. الاستخدام بتاع الدياجنوستيك دوت، امتى هينور دياجنوستيك؟ امتى هينور اصفر؟ مثلا من ضمن الحاجات في امر في البي ال سي اسمه فورس. فورس يعني تجبر البي ال سي يعمل اللي حضرتك عايزه. يعني لو عايز تطلع في المصنع ممكن اولع فيه عادي، ما اقدرش اقول لك حاجه. مثلا احنا ممكن نعمل موتور اتجاهين ونحط فيه انترلوك حمايات. ما دام في انترلوك جيت اشغل هيشتغلوا مع بعض؟ ها؟ لا، بس بامر فورس ينفع اخليهم يشتغلوا مع بعض. اقول له انسى ان عندك حاجه اسمها انترلوك، شغل مع بعض واعمل لي قفل. فاهم؟ ساعتها هو كسوفت وير عينيا حاضر، هو انت استخدمت امر بيخليه يسمع كلامك فيروح مشغلهم. بس زيادة أمان لو عامل إيه؟ ينورها أصفر يقول لك خد بالك إحنا كنا متفقين إن ما ينفعش تشتغلوا مع بعض، دلوقتي أنت قلت لي شغلوا مع بعض، أنا شغاله عشان أسمع كلامك، بس هنور لك أصفر عشان تفضل طول عمرك فاكر وأنت معدي كده قدام البي ال سي إن اللي أنت شايفه دوت مش الحقيقة، مش ده اللي متفقين عليه، مش ده البرنامج. أوكي؟ وعلى فكرة مهمة جدا اللمبة دي، عارف ليه؟ لأن في مصانع بيعملوا فرصة عشان يحلوا مشكلة. أنا يمكن دلوقتي شرحت لك أمر فرصة في الشغل تخض إنه عامل قفلة، بس ممكن أستخدمه لهدف كويس جدا. عندك ترمبة بتسحب مثلا مية من حمام سباحة. في مشكلة عشان العوامل ما لقطتش، هستنى لما الدنيا تغرق وحد يجي يصلح، ولا ممكن اقول للترومبا فورسنج تشتغل تجبرها انها تشتغل. بس لو نسيت الامر دوت شغال مدى الحياة بايه؟ كارثة، هتتحرق.
يعني استخدامه صح هيبقى ميزه، استخدامه غلط هيبقى مشكله. حل المشكله ايه؟ استخدامه صح في حل المشكله بس ما تنساهوش، لان البي ال سي بقى مستني منك انك تعمل له ايه؟ فورس في زيرو. زي ما عملت له فورس بواحد وشغلته لا يمكن يسمع كلام المفتاح ولا اللي بسويتش ولا الاستوب ولا اي حاجه، ده حتى الامرجنسي ما بقاش ليه لازمه. عشان كده في بعض المشاريع بيحاول يحط الامرجنسي بره يخليه هارد وير، اللي بيخاف منه في السوفت وير. مع كده اسلم كتبت في الاول مثلا اعرف اغير الحراره الصغيره هزود ازاي؟ دي بعيده عادي اتصور. لا ليه؟ هو بيقول ما انا بعدل في القيم ليه دي ما بتنورش؟ في التعديل في القيم الاولويه دايما للبرنامج، يعني لو جيت قلت له 5x5 قلت له عايز اخليها بزيرو يقول لك لا ديش 5x5 عمال بتطلع بزيرو، هو نفسه هيرفضها. تاني البي ال سي تعديل فرص لا ده يخاف منه، لان فرص معناها ان انت بتقوله لازم هيتنفذ، حتى لو انت بتقوله يعتبر كارثه هينفذه، فساعتها بينور لك اللمبه صفرا. فاهم؟ هو مش عارف اذا كان عاوده حاجه حلوه ولا وحشه، بس هو بينور لك اللمبه صفرا عشان يقول لك خد بالك. لكن لما اجي اعمل تعديل اقول له مثلا عايز اكتب على النمره 40، عايز اكتب عليها 70، عايز اخلي كان درجه الحراره 100، الحاجه دي ما بيحتفظش بيها، ده هو بياخدها كده وبعد كده لو لقى يعني ملحوظه. احنا جينا عن طريق انالوج ادجستمنت ظبطنا درجه الحراره على 100. لو الترانسديوسر راكب يقول لك لا، اذا كان الترانسديوسر بيقول 30 انت تقول 100 منين؟ يسمع كلام مين؟ البرنامج الترانسديوسر مش كلامك انت. فاهم؟ لكن لو انت فكيت الترانسديوسر قلت له 100 دي القيمه الوحيده اللي عنده فهيسمع كلامك. على ايه؟ انت بتغير منها دايركت، فمفيش ترم دايما يكون كمبيوتر. لو هتبعت قيمه من الكمبيوتر اه يبقى ترم. في الحاله دي ايوه، لو هتبعت قيمه من الكمبيوتر والكيبورد يبقى لازم تكون ظبطه على الترمينال، او في السيبيات الجديده يظبطها على لندن. تمام؟ في السيبيات في الاس 7300 نزل لومات زياده. يعني هنا في رن وستوب وسيستم فولت.